بالرابح. قال طبعا احنا مبسوطين. نعم. يلا الان تابع معنا يا ابو مالك. بالشكل هذا حنفقد جماليه هذه الحياه. الحياه عباره عن ناس مختلفه بأفكار مختلفة، يجب أنهم يتجانسون ويتعايشون مع بعض، لذلك لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، كل واحد له ذوقه له طريقته له فكره له. تقبل الاختلاف هو أهم نقطة ممكن أن نتكلم عليها، اللي هو حنا لازم نؤمن أن حنا مختلفين. تقبل الآخر، لا تحقد عليه، لا تقدر تسبه، لا تقدر تكره الناس فيه، لا تقدر تشتمه. الثقافة هذه، ثقافة الشتم والسب والقذف، هذه ترى يعني لب الأشياء اللي تنتج العنصرية، وهي أصلا أساس تفكيك المجتمع وتفكيك الناس. السب، القذف، الشتم، الكراهية، نشر الكراهية. ليش يا أخي؟ تقبل الناس بهدوء بصمت. آخر شيء بقوله رسالة للناس اللي تمشي وتسب، للناس اللي تأجج بعض، الناس اللي تنشئ عصابات للشتم، عصابات للقذف، عصابات لنشر البغض والكراهية. رسالة: ترى اللي قاعد تسوونه هذا خطأ، عيب، جريمة أخلاقية. خلاص عيشوا بسلام. ما حبيت هذا الإنسان يا أخي، انفلوا وريح راسك من عنده. ليش أبدأ أنا أجيش الناس عليه وضده وسبه وحاربه وألحق وراه فهي بشكل عام عيشوا بسلام، عيشوا باطمئنان، استمتعوا بالأجواء الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والله، طبعا أنا في رحلتي متجه من الغرب للجنوب بالسيارة، خذيتها تقريبا ساعة، مسافة ساعة. بس أثناء الساعة اللي أنا ما تمشي، يعني أشياء مرة حلوة تشوف الطريق. صراحة في ناس يقولون السواقة وعرة وصعبة، أنا ما حسيت، يعني يمكن لأني يعني سواق يعني خطير، ما أدري، يعني هذا موضوع ثاني. بس ما شاء الله، يعني الحمد لله حسيت الأمور مرة سهلات وحلوة. طيب، عدنا إليكم بعد أن تابعنا بعض المقتطفات من أحد الضيوف اللي هو أبو مالك في يعني من سفراته. ولكن قبل أن نعود لأبو مالك ونسأل عن هذا الذي عرض أمامنا، تحية شكر للعاملين في الإخراج وفي الوحدة الإخراجية، الفترة الصباحية والفترة المسائية أيضا. شيء بشيء يذكر، كنت في حديث مع أحد الإعلاميين اللي هو ضيف بكره وبعد بكره. المهم هو طلع في قناه اعلاميه معروفه، اشهر قناه اعلاميه الان معروفه. اي، وهم سووا معه برنامج مسجل في رمضان. جميل. وادردش معه، قلت ما يخالف جيب اللي تجيبه. هو كان يبغى يجيب له صبوره وكذا. قلت احنا عندنا امكانيات، يعني المحل هذا اللي جالسين فيه 12 كاميرا، يعني بتغطي هنا وهنا، تدور الكاميرات. لا تفكرنا مثل القناة ذيك. يعني أرسل ضحك. هذا مدفونة. أي مدفونة. مدفونة. فأرسل ضحك. قلت والله أنا صادق. أنا الواحد أيضا أتمنى المشاهدين يعني يعون إن هذه القناة قناة الواقع، قناة سعودية، وعندها إمكانيات لا تملكها أقوى القنوات اللي في. نحن نبث 24 ساعة بث مباشر. ما شاء الله تبارك. أقوى قناة الآن. لا تبث إلا ساعة واحدة وفي استوديو صغير. جميل. الآن على اليوتيوب عندنا بث مباشر في البرايم، أيام البرايم، ها، اللي هو كل سبت الساعة 12. مشاهدينا يتجاوزون 50,000 مشاهد في البث المباشر. ما شاء الله. واللي يعني تعمل القنوات هذه أنها تخفي البث المباشر حقها، يعني ما في الآن قناة القنوات المعروفة تظهر البث المباشر حقها في اليوتيوب. ليش؟ لأنها بيكون المشاهدة يعني دون المأمول. فحنا نعزز لأنفسنا لأن حنا صادقين، وبعد إن شاء الله البرنامج بندور في المنتجع إن شاء الله بإذن الله، وتكملون معنا سكريبت. الشباب يجون بعد الساعة 4.
المتسابقين ويبدون إلى الساعة 9 صباحا ثم نجحنا. عموما علمنا كواليس الفيديوهات هذه وين صورتها فيه؟ الفيديو الأول هذا صورته بجورجيا، كنت في رحلة جورجيا. طيب وله قصة يعني أبا أقولها، خليني أجل في الفيديو الأول. الفيديو الأول كان في سبيس كامل مكتوب محمد تميمي، أعوذ بالله من الشيطان، شو السالفة؟ ولا مجموعة من الناس داخلين سبيس يسبوني سب سبيس ساخن سبيس ساخن أوه. جاكم يا عالم، انا عدن حليل يعني ماني يعني ماني يعني ما سبحان الله ما ادري وش اللي وزهم ذاك اليوم، لكني احيانا الشيطان وزهم الشيطان. والفكره الاهم انه في بعض الناس اذا ما كنت في صفي انت ضدي تصير عدوي تنتقل من الاختلاف في وجهات النظر الى العداوه. شخصنا ودنيا يا ابوي خلاص يا اخي، انت لك راي وانا راي والحمد لله ما نختلف يا ابوي، الاختلاف لا يفسد للودي قضيه. انت ترى هذا، انت ترى هذا الشيء وانا ارى شيء مختلف. انا احبك يا ابوي وانت تحبني يا ابوي، لا تحبني ولا احبك بس ما في داعي تسبني ولا سبك. شكرا. وبالاخير وجهات نظر يعني، بالاخير استاذ محمد وجهات نظر هذا اللي كنا نقوله. فحقيقه انفقع قلبي، اعوذ بالله، قلت والله اجبر الناس علي، بس حد الله هم فئه بسيطه يعني، ما هم يعني كل اللي كانوا في سبيس يعني المية مستمعين بس اللي كانوا يتكلمون يعني يمكن أربعة أو حاجة زي كذا. ودخلوني، حاولت إني أتواصل معهم لكن كانت لغة الحوار معطوبة، فكان الموضوع كله سب، كله قذف، كله كذا. فسجلت المقطع هذا في الصباح على الفيو الجميل، فقلت فيه إنه ترى ثقافة السب، الشتم، القذف يا جماعة الخير ترى والله أقسم بالله شيء مو طبيعي اللي قاعد يصير. يعني لما تدخل أنت الحين السوشيال ميديا وتشوف كمية السب اللي فيه، كمية القذف اللي فيه، ترى شيء مو طبيعي. لا حول، شيء مو طبيعي يا جماعة الخير. ذيك اليوم في واحد قال لي ببجي، العب ببجي، ادخل العب ببجي. قلت وش ذي ببجي؟ قال ببجي لعبة حلوة. قلت خش وادخل. دخلت ببجي، يدخل معاي طفل وغد اي جميع العبارات، صغير ثاني ابتدائي، والله يمكن في اول ابتدائي، صحيح. عنده كميه من الكلمات والقذف البذيئه والله انها بشكل مو طبيعي. امك ام ام كل بالام والبالاخت. انا منصدم اقسم بالله، بغيت اصيح من الغبنه اني انا قاعد اقول له يا ابوي انت مين يا ابوي، على طول عرفت اي كلمه يبدا يدخلها في. ومع الاسف وهو قاعد يتكلم كذا اسمع امه تصرخ عليه وتسبه، نفس السب اللي هو يسب. فالعمليه كلها دايره بالطريقه هذه، ناريه، هي قدوه في الاخير. والله العظيم شيء مو طبيعي، قاعده تقول له كلام يعني. فأنا تضايقت وطلعت بهذا المقطع، والحمد لله المقطع هذا حقق في تويتر يعني أكثر من 84,000 مشاهدة جاب، وفي سناب برضو جاب مشاهدات يعني عالية. الناس طيب فيها خير. نكون إيجابيين. سفرتك اللي ثانية هذه في موريشوس، رجعت قبل تقريبا 5 أيام، هذه قبل 5 أيام هذه يعني جديدة، هذه جديدة، أطلع لهم موريشوس. نيو موريشوس جزيرة؟ أي جزيرة. في وسط المحيط الهندي. الهندي نعم صحيح. أقرب تقريبا شيء لها مدغشقر اللي هي تعتبر أقرب جزيرة كبيرة لها يعني. جميلة، اللي بيروح يفصل على قولتهم عن، خصوصا احنا ممكن طبيعة عملنا في ضغط كبير. والاسترخاء. أي فتروح هناك تسترخي. جزيرة جميلة في الاسترخاء. وحبيت صراحة يعني هذه الجزيرة، بس وحبيت يعني برضو أنقل فكرة للناس إنه إحنا ترى طبعًا لا شك إحنا نعزز السياحة. رحت لحالك ولا عوائل؟ السياحة الداخل مع أهلي أنا. معالك. وحتى معي الوالدة وكذا. جميل. ما شاء الله كانت رحلة جميلة. بس كنت بوصل فكرة معينة. يعني من خلال هالمقطع هذا. أيوة. إنه حنا في عندنا ثقافتنا السياحية نوعًا ما
يعني معطوبة يعني مو معطوبة مو ماشية صح فيها خلل فيها خلل يا سلام مصطلح كويس فيها خلل ليه؟ حنا مثلا الحين جينا نسافر أول شيء تروح تبحث عن أفخم فندق صحيح أفخم فندق أفخم مدري أفخم مدري طبعا أفخم فندق أفخم مكان إلا ما يهبدك هبدة بالسعر يعطيك سعر مو طبيعي لكن في خيارات متعددة وبنفس الأسعار الممتازة يعني المتقبلة جدا وتقدر أنت تسوي هذه السياحة يعني أنا في موريشيوس مثلا سكنت يوم ب 300 ريال ها 300 وسكنت في يوم آخر بما يعادل 2300 ريال 2300 وفي يوم 300 فالخيارات متاحة لديك وهذا جميل وهذا جميل وهذا على فيو وهذا على فيو حنا بس اللي نحتاجه انه دائما جينا نروح خلاص داون تاون يعني مثلا حنا متجي انت مثلا واحد جاي من القصيم للرياض وما عنده اي خلفية مثلا في الرياض خلينا نقول ما عنده اي خلفية في الرياض يروح مثلا يسكن في العليا يسكن مثلا في شيء قريب جنب المملكة او جنب ذا بينما انك انت ممكن تبعد شارعين وتسكن في مكان مرة حلو مرة فخم ومرة جميل صحيح. بسعر أقل الثقافة اللي بوصلها اللي هو ثقافة البحث بالضبط ثقافة التخطيط يكون عندي خطة أنه مثلاً والله إيش المشكلة أنه حنا اليوم نطبخ حنا اليوم ترى تجربة حلوة أنك تروح تشتري مقاضي طماطم مدري إيش بوصل أنك اليوم مثلاً نسوي حنا طبخة لا أدوات كم لا يا بوي تشتغل البوفيه مفتوح طب أوكي بوفيه مفتوح فطور الغداء كذا لا أبي باكج كامل للفندق فترتفع التكاليف المواصلات أنا ما أخذ سيارة خضراء ما أدري عاد أنا مقطعها موجودة أو لا هالكبرى سعرها اليوم إيجارها 80 ريال لفيت فيها كل مكان 80 ريال في اليوم بينما أنت المشوار الواحد إذا جيت تركب مع أي تاكسي بيصفقك بأقل بما لا يقل عن يعني 200 ريال في المشوار الواحد وان واي يعني رايح مشوار واحد طبعا أنا أتكلم أغلب الدول يعني مثلا اللي تسافر لها برا احنا نحتاج يعني ثقافتنا تصير حتى ان لا يحسون احنا غشمان في كل شيء أيه. الشيء الثاني التطبيقات بوكينج مثلا booking.com يوفر لك عروض يوفر لك توصيلات يوفر لك مدري سيارات ايه حنا نروح هناك حتى انا يا اخي يعجبني الشخص الذكي في السفر يا الله ودي اقول له يعني وشو لا يا ابوي مو باي واحد يجيك اول واحد يقابلك يقول لك يلا مش معي يلا مع على طول وما بغى قدره لا يا ابوي ابحث واشوف وتطقس الاسعار فحنا ثقافتنا في السفر طبعا انا ما اعتبر رحاله لكن يعني من تقريبا يعني من 5 سنوات اصبحت يعني دائما يعني رحلات كثيره فاستمتعت بهذا الشيء وحبيت انقل تجربتي للناس انهم كيف يكونون يعني يسافرون باقل التكاليف واليوم الحمد لله حتى السياحه الداخليه ترى يعني وزاره السياحه عندنا سوت شغل ترى مره ممتاز في العلا في كذا في بعض المناطق ابها ترى اليوم يعني علم ان في ناس تفضل السياحه الخارجيه ولهم حقهم لكن عندنا شيء في الداخل رائع ترى ابها اليوم اصبحت فيها اماكن جدا ممتازه لكن عاد نقولهم زودوا الفنادق شوي صح ها ساكت لا لا فنادق نعم لا لا من قلوب بس يقول صح او من ضمن التخصص اللي هو انا ايدك يعني اي بس زودوا الفنادق